في الدوري المصري وتطبيق دوري المحترفين، فرص أندية الشركات والمؤسسات، فرص الأندية الجماهيرية والشعبية بالنظر للإمكانات أو للجانب الجماهيري والخاص بدعم الجماهير وامتلاء المدرجات بالجماهير للأندية اللي لها تاريخ في كرة القدم واللي بتمثل مدن ومحافظات مصر المختلفة. معانا على الهاتف المحاسب فايز عريبي رئيس نادي طنطا. المحاسب فايز عريبي، مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ محمد، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، وضيفنا في الاستوديو المهندس شريف حبيب. تحياتي لشريف بي، وكل سنه وانتم طيبين ومنور. شريف بي الله يخليك يا فايز بي، ويعني ومشاهدين شايفين كفاحك مع نادي طنطا، الحقيقه مشرف جدا يعني. ربنا يخليك يا شريف بي، بنتعلم من حضرتك يعني. لا العفو يا فندم، العفو. محاسب فايز عريبي، احنا دلوقتي بنتكلم عن مشاكل الانديه المصريه بشكل عام، ايه ابرز المشاكل اللي حضرتك بتعاني منها كرئيس لنادي جماهيري على مستوى الامكانيات، على مستوى فرص النجاح الاستثماري والتسويقي، ايه اللي حضرتك بتطالب بيه لاصلاح منظومه الكره المصريه بشكل خاص بالنسبه للانديه الشعبيه والجماهيريه؟ لا يعني الحقيقه اذا كنا بنتكلم عن الكوره تحديدا، فهي الكورة يعني عايزة أمور كثيرة جدا لإعادة الانضباط، بداية من لوائح تحكم منظومة كرة القدم في مصر، ميثاق شرف بين الأندية، تسهيل رابطة الأندية المحترفة، تنقيط اللوائح، وضع لائحة النظام الاساسي لاتحاد الكوره بشكل محترم، تضع هذه اللائحه خبراء متخصصين في مجال الرياضه وقانونيين وخبراء في الكوره، مش الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره، لان دي امور يعني اداريه وفنيه عايزه مستوى معين من الفكر يضع هذه اللائحة، لأن دايما ويمكن مش في اتحاد الكرة بس، في معظم الاتحادات الرياضية كل اتحاد بيحاول ان هو يحط لائحة نظام أساسي تخدم مصالحه، مصالح مجلس إدارة الاتحاد في المقام الأول، ما بيحطوش فكرهم للارتقاء باللعبة أو النهوض بيها، بقدر ما بيحطوا أمور شكلية وبنود بتبقى سطحية، وكده بيبقى كل التركيز والاهتمام ازاي احافظ على اني ابقى متواجد في مجلس ادارة الاتحاد لاكبر عدد من السنين، امور كثيرة جدا كلنا بنعلمها، لكن الحقيقة لابد من جدية في التعامل مع هذا الملف، لانه ملف كبير وشائك، ويمجي الكورة تحديدا هي الرياضة الأولى اللي بتشد كل الرياضات أو الألعاب الأخرى، زي ما بنقول هي القاطرة اللي بتشد كل الرياضات فيها، فإذا انصلح حالها بتؤثر بالإيجاب على كل الألعاب الرياضية الأخرى. سؤال آخر لحضرتك، اتفضل. عشان بس نسمع كمان راي المهندس وتعقيب المهندس شريف حبيب على كل اللي حضرتك هتطرحه. بعيد محمد بيه شويه. طيب انا اسف، هحاول اعيد السؤال. لو حضرتك كده سامعني بوضوح ولا لا انا مش عارف، بس انا بسال حضرتك دايما. الى حد ما سامع. طيب حضرتك دايما كنت معني ومهتم بقضيه الحفاظ على مكانه الجماهير وعلى الانديه الشعبيه باعتبارها وقود لكره القدم وعنصر اساسي من عناصر نجاح اللعبه. ايه اللي حضرتك شايف ان الانديه الشعبيه محتاجاه في المرحله الجايه؟ هي يعني الأندية الشعبية حاليا يعني فقدت عنصر مهم وسلاح مهم جدا، شعبيتها وجماهيريتها في ظل الظروف اللي احنا بنعيش فيها بعد الثورة وعدم تواجد الجماهير في الملاعب والمدرجات، لكن بنقول إن شاء الله بالتدريج تعود الجماهير للملاعب، لأن طبعا الكرة بدون جماهير بتبقى برضو يعني مؤثرة بالسلب في النواحي المادية ومؤثرة أيضا في النواحي المعنوية بالنسبة للاعبين، فطبعا يعني عنصر الجماهير عنصر مهم جدا، إن شاء الله يعود بالتدريج مع التزام الجماهير بالانضباط مع وضع اللوائح اللي تؤكد على هذا، بحيث إن إحنا يبقى عندنا جمهور واعي وجمهور منضبط، وأعتقد إن الجماهير عندنا فاهمة هذا الكلام ده كويس.
الأندية الجماهيرية طبعا يعني بنعاني من الأمور المادية، وخاصة إن كرة القدم بقت النهاردة مكلفة جدا لأي نادي عايز يتواجد بشكل جيد في الدوري الممتاز، لأن طبعا يعني المنافسة بقت بيحكمها عنصر المال بشكل كبير، مفيش تكافؤ فرص بين الأندية وبعضها في عنصر المال. بيتوافر ليه؟ المال بيقدر ان هو يعمل فريق جيد، ويقدر ان هو يتواجد في البطوله بشكل كويس، ويقدر ان هو كمان ينافس على البطوله. فعنصر الماده بالنسبه للانديه الجماهيريه مؤثر جدا. يعني اعتقد ان بنحاول وبنجتهد ان احنا كانديه جماهيريه نتواجد، لان طبعا يعني زي ما بنقول في انديه كتير. يعني قاعد مع حضرتك رئيس نادي واداري ورياضي وتنفيذي كبير جدا مهان شريف حبيب، وناديه الاساسي نادي غزل المحله يعني بيقبع في دوري ممتاز ده من سنوات طويله، كان نادي جماهيري ونادي بطل دوري ونهائي افريقيا. يعني نفسنا الانديه الجماهيريه دي، المنصوره، الاسلامي، كل الانديه الجماهيريه دي تعود للدوري الممتاز، علشان الدوري الممتاز يبقى ليه شكل افضل ان شاء الله تواجد جماهير الانديه دي ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك على مشاركتك معنا في الحوار، شكرا جزيلا لك المحاسب فايز عريبي رئيس نادي طنطا، شكرا جزيلا لك استاذ.